السلام عليكم يا حضرات، معكم مهندس كرول سيفهات. معانا دايره بسيطه بتعمل ديتكشن للفولت. لو انا عندي مشترك كده موصله بالكهرباء، عايز اعرف ان المشترك ده فيه فولت جاي ولا لا. الدايره ببساطه عندي 3 ترانزستور هنا. اول ترانزستور البيز بتاعته موصل عليها سلك نحاس لفه اكتر من لفه، عباره عن انتنه مش اكتر، والثلاثه ترانزستور موصلهم مع بعض بحيث ان انا اعمل تكبير للتيار اللي جاي من الانتنه. الترانزستور الاخر متوصل مع ليد. طبعا هنوري الليد الاخيره معايا التغذيه هنا اللي هي البطاريه 3.7 فولت. عندنا المشترك اهو، المشترك ده طبعا انا موصله بالكهرباء. هنقربه كده، بصوا هنلقى الليد منور، هنبعد المشترك الليد تطفي، يبقى كده ايه، في فولت على طرفين المشترك. طيب نفس النظام لو انا عندي شاحن، وليكن اي شاحن مثلا شاحن سامسونج مثلا، هاجي الطرف انا موصله كده في الكهرباء، هاجي الطرف بتاعه احطه كده على الانتنه. لو نورت كده يبقى الشاحن شغال، في فولت كده في الشاحن او على طرفي الشاحن. لما اشيل الطرفين بتوعهم كده الليد تفصل. دي دايره ببساطه، هروح نشوفها دلوقتي على اللاب. اهلا بكم من جديد. دي الدايره بتاعتنا، عندنا 3 ترانزستور، كل واحد منهم نوعه بي سي 548. بيز الترانزستور الاول دي بتبقى حره توصيل، بواصل مع الانتنه اللي هي النحاس اللي احنا شفناها في الفيديو. معانا كمان ادي الكوليكتور وادي الاميتر. الاميتر الاولاني متوصل بالبيز بتاع التاني، الاميتر بتاع التاني متوصل بالبيز بتاع التالت. وتيجي هنا الكوليكتور الاول والتاني متوصلين ب 3.7 فولت. تيجي هنا الكوليكتور بتاع التالت متوصل عليه ليد، الليد دي الانود بتاعها متوصل ب 3.7 فولت. وتيجي هنا الاميتر الاخير متوصل بالارضي. يبقى التغذية بتاعتي اللي هي 3.7 فولت الموجب هحطه هنا، والأرض هنا، والطرف الأخير هنا اللي هو بتاع الترانزستور الأول بتاع البيز بيبقى حرة توصيل وصل عليه الأنتنة. لما بيجي تيار هنا، الأنتنة تعتبر كارنت سورس، بيدخل على البيز هنا بيعمل بايس للترانزستور ده، وبالتالي يعمل بايس للترانزستور اللي بعده واللي بعده هكذا. خلي بالك عندك 3 ترانزستور هتبقى بيتا، الإجمالية عبارة عن حصل ضرب بيتا لكل واحد، تقريبا بيتا من الداتا شيت لكل واحد منهم تتراوح من 100 ل 800. لو خدنا المينيمم 100، يعني 100 في 100 في 100، هيطلع عندي 10 اس 6 دي بيتا. فبالتالي الكرنت النهائي هنا هيطلع قيمته مكبره جدا. تعال نشغل الدايره كده. انا فرض ان التيار اللي جاي 1 مايكرو امبير، وبالتالي التيار اللي هيمر في الليد هنا تقريبا 16.9 او 17 ملي امبير، هينور الليد. خلي بالك هنا التيار 1 مايكرو امبير، وفعلا ده التيار اللي بيمر في الانتنه في حاله وجود من كهرباء، لان الكهرباء هتتحول لمجال او بتولد مجال كهرومغناطيسي هيقطع الانتنه زي ما احنا شفنا. يمر فيها التيار تقريبا في رينج المايكرو امبير، هيتكبر ويروح للليد متكبر فيشغل الليد. دي كل الدايره ببساطه. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب عشان تتابعونا في فيديوهات تانيه من نفس النوعية، فيديوهات مختلفة جديدة إن شاء الله. شكرا جزيلا.